ألف لام راء حروف مقطعة بدأت بها أعداد من سور القرآن الكريم، واختلف المفسرون في بيان معناها على ما تدل، وذكرنا هذا في تفسير سورة الرعد، ولا نريد أن نعيد ما قلناه هناك. وخلاصة ما رجحه المفسرون أن هذه الأحرف المقطعة ألف لام راء كاف هاء ياء عين صاد طا سين ميم إلى آخره، هذه الحروف التي ينطق بها العرب هي التي جاء بها القرآن الذي أعجزكم أن تأتوا بحديث مثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة مثله، وهو القرآن مؤلف من هذه الحروف. فكأن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز القرآني. ما الذي أعجزكم أيها العرب وأنتم فرسان البلاغة وأنتم رجال الشعر والأدب والبيان؟ ما الذي أعجزكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي تحداكم محمد أن تأتوا بسورة من مثله؟ لا يمكن إلا أن يكون هذا القرآن من عند الله عز وجل. ولكن يبقى هناك أمر، سلمنا بأن هذا إشارة إلى الإعجاز القرآني، ولكن لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن تبدأ هذه السورة بألف لام راء وليس بألف لام ميم؟ لماذا اختار لهذه حاميم وهذه طاسين؟ القرآن فيه سور بدأت بحرف واحد مثل قاف ونون وصاد، وأحيانا بحرفين مثل حاميم وطاسين وطاها وياسين. بالمناسبة طه وياسين مش أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام كما يظن بعض الناس، وسموا أنفسهم طه وسموا نفسهم ياسين. ياسين زي طاسين، إيه الفرق بين ياسين وطاسين؟ يعني طه زي كافها، يعني طه حرفين. فأحيانا ثلاث حروف ألف لام راء، أربع حروف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، خمس حروف مثل يعني حاميم عين سين قاف وكاف ها يا عين صاد، هذه الحروف الخمس. لماذا اختار لهذه السورة ثلاثة أحرف وكانت ألف لام راء ولم تكن طا سين ميم؟ يظل هنا أمر نقول الله أعلم بمراده. مهما حاولنا نذكر لا نستطيع أن نفسر تخصيص سورة بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو إيه أو خمسة. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك، هذا القرآن الذي تتلوه على الناس لتبينه لهم كتاب أنزلناه إليك. القرآن كتاب. للأسف هناك بعض المتعالمين الذين يعيشون في فرنسا ويدعون علم اللسانيات والعلم العلوم الحديثة وعلوم اللوجيا والبسمولوجيا والسمولوجيا والسيولوجيا هذه الأشياء، يقولون إن القرآن نص شفهي. القرآن نص شفهي، وهذا ليس بصحيح، لأن القرآن نص مكتوب. الله سماه كتابا كما سماه قرآنا، هو قرآن لأنه يقرأ وكتاب لأنه يكتب. من أول ما ينزل القرآن
على محمد صلى الله عليه وسلم هناك كتاب للوحي يأمرهم أن يسجلوه في الحال على ما تيسر لهم، لم يكن الورق متيسرا يكتبونه على العظام على سعف النخل على الأشياء المختلفة، كتاب عديدون يكتبونه ويبدأ الصحابة في حفظه، هو كتاب. ولذلك كثيرا ما يقول تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام را سورة يونس، تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سورة الحجر سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي الحواميم والطواسين تلك آيات الكتاب المبين، تلك تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم من الله العزيز الحكيم حاميم والكتاب المبين إلى آخره. فالقرآن كتاب، يعني هذه حقيقة معروفة، وكتب منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجمع في مصحف واحد. لماذا لم يجمع في مصحف واحد؟ لأنه كان يتنزل جبريل رواح غداء بآيات الله، كيف يعني يكتب في مصحف هو لم ينتهي بعد، تنزل الآية يقول ضعها في الصورة الفلانية في بعد الآية الفلانية وهكذا. فما دام القرآن ينزل لا يمكن أن يوضع في مصحف بين دفتين، ولذلك بعد وفاة الرسول جمع فعلا في صحف سور كلها مرتبة ووضع في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم لما اختلف الناس في القراءات نتيجة الأحرف التي أنزل بها القرآن، واختلفت لغات القبائل بعضها مع بعض، وهذا يقول قرآني أفضل من قرآنك وقراءتي أفضل من قراءتك، جمع عثمان الناس على مصحف واحد باستشارة الصحابة وبإجماعهم، ولا زال القرآن الذي كتب في عهد عثمان وبإقرار الصحابة جميعا لا زال هو الذي نقرأه الآن، فهو كتاب. القرآن كتاب، كتاب الله. في حتى نحن في أصول الفقه وفي الفقه نقول مصدرنا الأول الكتاب والسنة، أو الكتاب ثم السنة، نقول الكتاب حتى قلما نقول القرآن الكتاب. هنا يقول الله عز وجل كتاب، وهل الكتاب غير القرآن؟ زعم بعضهم، واحد مهندس سوري ألف كتاب، قال الكتاب شيء والقرآن شيء آخر والذكر شيء آخر والفرقان شيء آخر، وقعد يعمل الفرقان من خصائصه كذا والذكر كذا والقرآن كذا، هذا كذب. الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. الله تعالى يقول حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه الكتاب، إنا أنزلناه هو الكتاب هو القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنزلناه كتاب مبين أنزلناه قرآنا عربيا. في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في سورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم، كتاب فصلت آياته قرآن في نفس الآية. يعني فالذين يزعمون
المتعالمون هؤلاء الذين جاءونا على آخر الزمن وجاءوا بما لم يقل به عالم طوال 14 قرنا ويزعمون أنهم الذين يفهمون القرآن وحدهم، جاءوا بقرآن جديد غير القرآن اللي فهمه محمد والصحابة، هم فهموا ما لم يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكتاب والكتاب هو الذكر، هي كلها شيء واحد، يختلف المفهوم ويتفق ما صدق كما نقول في علم المنطق. يعني ممكن أشياء يبقى لها الأسماء لها مفهومات مختلفة ولكن تصدق على شيء واحد. مثلا السيف له أسماء كثيرة، السيف، الحسام، الصارم، البتار، الكذا، كل حاجة من دي لها معنى، ولكن هو كله الما صدق الموضوع واحد. فالذكر هو القرآن والكتاب هو القرآن والفرقان هو القرآن، وندد في سياق واحد. الله تعالى يقول في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لو الذكر لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال بعدها: ولو جعلناه اللي هو الكتاب هذا او الذكر لو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، اعجمي وعربي. فالذكر هو الكتاب هو القرآن. هؤلاء الذين يأتوننا باشياء لا دليل عليها ولا برهان قطعي، يخالفون الأمة كلها، يخالفون عصور الأمة، المفسرين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين واللغويين وكل علماء الأمة، يأتي هؤلاء ليخالفوهم ويزعموا أنهم هم الذين يملكون الصواب ويملكون الحقيقة وحدهم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بلغة التعظيم، ومن أعظم من الله؟ دائما القرآن إنا أنزلناه إنا خلقناكم، بقول أنا خلقتكم، لا إنا الله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. كتاب أنزلناه إليك، النزول عادة يكون حركة من أعلى إلى أسفل، وطبعا القرآن نزل من السماء إلى الأرض، بل نزل من اللوح المحفوظ من أعلى العلا الى هذه الارض، من الله الى الخلق. القرآن يقول: وانه في ام الكتاب لدينا، يقول عن القرآن: وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، لعلي حكيم. القرآن وصفه الله باسماء الله عز وجل، العلي الحكيم دي من اسماء الله، ولذلك القرآن وصف بأنه علي وأنه حكيم وأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد وهو عزيز، كتاب عزيز، وصف بعدة أسماء مما سمي به الله عز وجل. فإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ويقول: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فما معنى أنزلناه؟ أنزلناه من اللوح المحفوظ من أم الكتاب إلى السماء الدنيا. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه من عدة طرق، إن القرآن نزل أول ما نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا،